السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم غنقدم لكم الوجبة اللذيذة رغم المقادير البسيطة اللي غنديرو فيها، كتجيب مذاق عجيب. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنساوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم وخرجوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبة للمقادير كنحتاجو كاس ديال السكر كلاصي ما يعادل 100 غرام، هذا الكاس ما عمرش بزاف، تركنا في هذا القياس. عندنا هنا 4 الزبدة، زبدة المارغرين، أي زبدة متوفرة عندكم تاع مارغرين 450 غرام. عندنا 3 الكيسان ديال الدقيق، هاد 3 الكيسان ديال الدقيق إما نقصوا عليهم إما نستعملوا الكمية كاملة. 3 الكيسان من 2 كيسان ونص حتى 3 الكيسان ديال الدقيق. بسم الله على بركة الله، كناخذوا هاد الزبدة بعد ما وضعنا الزبده كنديروا الدقيق كنصبوا تنديروا السكر عفوا السكر كلاصي كنصبوا الدقيق كذلك وكنبقى نمزجوا وكنصبوا الدقيق بهذا الشكل وكناخذوا واحد قريصه تاع فانيا هذا اختياريه اللي ما عنده فاني يدير قشور تاع الليمون الحامض كنديروا الدقيق وما نسوش واحد النقطه مهمه كنشعلوا على الفران وتنتركوه حتى يسخن الان غنكب الدقيق درت 2 كيسان والثالث ها هو كناخذ منه هي النص وكنبقاو نجمعوا حتى تجمع لنا العجين من بعد كنشوفوا حسب الخليط ديالنا واش يمكن نكملوا هذا الكاس ولا نكتفيو ب 2 كيسان ونص العجين ديالنا باقي شويه ملخوفه كنصبو هاد الكاس منصبوش الدقيق مره واحده حنا كنجمعو كنخلطو كنصبو الدقيق كيف ما تلاحظوا العجين ديالنا هي تجمعات صبحات على هذا الشكل صبينا 3 الكيسان ما يعادل تقريبا 350 غرام الشكل. الان غادي نحاولوا نديروها كويرات بسم الله بعد ما جمعنا العجين كناخذوا الان كنديروا هذه الكويرات كويرات يكونوا غير صغار على هذا الشكل لان هذا العجين ديالنا واخا ما فيهش لا بيض راه كتضاعف الحجم ديالو هانتوما على الشكل دائما الشكل اللي بغيتو كبير ولا صغير حسب الذوق هذه كناخذوا سنيده كذلك كنديروها في سنيده هذا اختياري اللي بغى يديرها وكناخذو على هذا الشكل وكنديروا واحد الحفره هانتوما كنبقاو مستمرين حتى تنكملوا جميع هذه الحلوه اللي عندنا وكنحطوهم في الطاوله متباعدين لان كيتضاعف الحجم ديالهم كيتكثروا كنديرو سنيده هاد التزيين دائما اختياري يمكن نديرو شويه سنيده كن شويه كاوكاو شويه اللوز على هاد الشكل هكذا او حفره في الوسط لان هاد الحفره باقي كنديرو فيها شويه الكوفيتير وكنبقاو مستمرين حتى تنهيو جميع هاد العجين اللي عندنا بعد ما شكلنا جميع العجين ديالنا صبح على هذا الشكل الان غادي ندخلوها للفران الفران يكون ساخن ولكن كنقصوا عليها العافيه تكون العافيه متوسطه كتكون الطياب ديالها تقريبا بين 15 دقيقه واكثر حتى 20 دقيقه حنا كنراقبوها بسم الله بعد ما خرجنا الحلوه ديالنا من الفران كيف ما تلاحظوا راه تضاعف الحجم ديالها والان غادي نحاولوا نزينوها والتزيين حسب الاختيار انا خديت هذه باش هاد الحفيرات نعمل فيهم اما الكوفيتير ها هو على هذا الشكل هذا كوفيتير تاع حب الملوك واللي بغى يدير كوفيتير حسب الذوق ديالو اي نوع يديرو ولا يدير شوكولاط نوتيلا بسم الله على بركه الله كندير واحد القليل على هذا الشكل
هانتوما كتلاحظوا كي كيجي المنظر ديالها، حتى الاكل كيجي بنين ولذيذ. غير جربوها، تبعوا المقادير مرحله مرحله. كنحاولوا نديروا شويه بشويه، وكنبقاو مستمرين حتى تنكملوا جميع الحلوى اللي عندنا. الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا جات على هذا الشكل. هانتوما كتشوفوا المنظر ديالها كيجي رائع، والمذاق ما نقول لكمش كيفاش كيجي، حتى تجربوها كيجي واحد المذاق لذيذ بزاف بزاف. كنتمنى تعجبكم وغادي يعجبكم، هي جربوها وبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.